أهلا بكم. سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية على جبال السفينة والقتب وقرن وادعة شرق العاصمة صنعاء. وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية عبد الله الشندقي إن مواجهات عنيفة شهدتها مديرية نهم شاركت فيها طائرات التحالف العربي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما مدى أهمية التقدم الذي أحرزته قوات الجيش والمقاومة شرق صنعاء؟ ولماذا تحركت جبهة نهم أخيرا بعد فترة من الجمود؟ وكيف سيؤثر هذا التحرك العسكري على المساعي الدولية لفرض حل سياسي في اليمن؟ تقدم جديد إذن للجيش الوطني والمقاومة على تخوم صنعاء أعاد إلى الأذهان المشهد العسكري خلال الفترة الماضية ونقل الوضع الميداني من حالة الجمود والبقاء في موقع الدفاع إلى حالة التفاعل والهجوم. الناطق باسم القوات المسلحة أكد أن المعارك على أشدها والساعات القادمة ستشهد تطورا كبيرا لا سيما بعد وصول القوات إلى مشارف نقيل بن غيلان الذي بات في مرمى نيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. لكن هناك من يرى أن هذا التقدم ليس إلا مناورة للضغط على المجتمع الدولي من أجل التسريع من وتيرة الجهود السياسية للحل على أساس المرجعيات الوطنية والدولية والتي تقتضي إنهاء كافة مظاهر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتسليم سلاح الميليشيا. تفاصيل أكثر نتابعها في تقرير الزميل كمال حيدر، ومن ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. صورة أعادت إلى الأذهان اللحظات الأولى لانطلاق معركة نهم بعد فترة من التوقف أو الجمود الذي فرضه المسار السياسي خلال الأشهر الماضية. من نهم حيث التقدم مترا واحدا يعني نصرا استراتيجيا في معركة التضاريس الوعرة والحسابات الدقيقة، الطريق إلى صنعاء ينقص عدة كيلومترات إضافية، والجيش الوطني يحقق مكاسب جديدة في الجبهة الأقرب للعاصمة والأكثر أهمية في معركة إسقاط الانقلاب. عدد من المواقع استعادها الجيش الوطني في محيط مديرية نهم، فيما تقترب المواجهات من مركز المديرية مع استمرار التقدم من جانب القوات الشرعية. تم السيطرة على جبال القتب، جبل استراتيجي ومريحات أو المريحات واتباب الحم واتباب الذي شرق القتب فوق البدفول، وإحدى المواقع الذي سميناه موقع 314 الذي أسفل جبل الكحل. جبل القتب هو الموقع الأكثر أهمية كونه يطل على جزء كبير من مديرية نهم ويشرف على الطريق العام الذي يربط بين صنعاء ومأرب، ويعطي أفضلية واضحة للجيش الوطني فيما تبقى من معارك في المنطقة. من هنا تبدو صنعاء أقرب منها إلى أي مكان آخر بالنسبة لرجال غادروها مكرهين من قبل، وهو الأمل الذي يدفع خطوات هؤلاء المقاتلين للمضي قدما في معركتهم التي تنتظر قرارا سياسيا للحسم، وعندها تصبح صعوبة التضاريس أسهل بكثير كما يقولون. نبدأ النقاش مع الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبد مجلي. أهلا بك سيادة الناطق. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهلا بك، وأبدأ معك من آخر التطورات لو تضعنا في صورتها فيما يخص معارك الساعات الأخيرة في جبهة نهم، هل من جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك ولكافة الفريق الإعلامي العامل في قناة بلقيس، وشكر خاص لكم على تغطيتكم الدائمة والمستمرة والوقوف الجاد مع الجيش الوطني المسنود بالمقاومة. الدعم الكبير للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الأخ الوزير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن عبد المحسن صالح الأحمر الذي كان لزيارته إلى المواقع الأمامية في جبهة نهم رافداً معنوياً للجيش والشعب اليمني أجمع. أما بالنسبة لسؤالك حول آخر التطورات في جبهة نهم، فبفضلاً من الله عز وجل وقيام قواتنا المسلحة المسنودة بطيران التحالف العربي خلال الساعات القليلة الماضية من تحرير عدة مواقع في جبهة نهم جبل القتب الاستراتيجي وتبتي الحمراء والبدفون والتباب المجاورة لسلسلة جبل القتب،
وقبل السفينة أيضا والجبال المريحة. ويمثل هذا الجبل الإثباتي إشراف على الطريق العام، مما يؤدي إلى سهولة السيطرة على قرية محلي، وبالتالي السيطرة وقد خطف عام ربع في منطقة محلي على الميليشيات المتواجدة في نهم بن قلب ميمنة. وثانيا يطل على مركز المديرية المديد بسهولة الوصول إليه. ثالثا كشف مواقع الميليشيات في الليثرة المتواجدين في المجاوحة ومحيطها وكذلك في بني الصعيد. وأكثر أيضا تقرب من مفرق أرحب وتحقيق السيطرة الكاملة على وادي محلي. إذا نفهم من كلامك أن هناك الآن ربما أفضلية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من خلال المواقع التي تم السيطرة عليها، باتت الكثير من المناطق تحت مرمى نيران قوات الجيش الوطني. أهمية، تحدثت وذكرت عن أهمية هذه المواقع، هذه الأفضلية الآن التي هي لصالحكم، كيف سيمكن أو يمكن الاستفادة منها في التقدم؟ هل سنشهد تطورات؟ فعلا كان هناك تصريح سابق لك تتحدث عن تطور ربما يكون كبير ومفاجئ، ما الذي يمكن توقعه؟ نعم، ستكون الأيام القادمة مليئة بالمفاجآت بالنسبة للشعب اليمني أجمع بتقدم القوات المسلحة المسنودة للجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف في كافة الجبهات. حيث أن سؤالك يقول ماذا تمثل الأهمية للسيطرة؟ إذا تمت في التكتيك العسكري السيطرة على الهيئات الحاكمة في أي منطقة، فيكون المسيطر هو الذي يسيطر على هذه الجبال. فإن الجبل الاستراتيجي القتب لا يكون أهمية على جبل المنارة، فهي هيئات حاكمة بمديرية نهم. هو يبدو أن هناك إشكالية في التواصل بحكم وجودك ربما من مواقع الجبهات، وندرك هذه الإشكالية، سنحاول تجاوز هذه الإشكالية ونعود للتواصل معك مرة أخرى إذا تسمعني بشكل واضح. طيب، هناك الآن سيطرة ربما على عديد من المواقع المهمة، الخطط القادمة لكم وفق الاستراتيجية المرسومة الآن، ما هي المواقع التي هي في ضمن أهداف مطروحة أمام قوات الجيش الوطني ولا بد من الوصول إليها حتى نقول أنه ربما هناك يمكن تطور أكثر في سير تقدم المعركة نحو صنعاء؟ المواقع التي سيتم السيطرة عليها مستقبلا هذه حسب الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الأخ اللواء الركن محمد علي المقدسي رئيس الأركان العامة هذا المعنيين والمشرف عليها من قبل رئيس الجمهورية ونائبه. والخطة الموجودة موجودة لتحرير اليمن كاملا وأيضا ما بعد التحرير، ولكن كما يقال لكل حدث حديث. طيب، الإمكانية المحافظة والحفاظ على هذه المكاسب والمواقع التي تم السيطرة والتقدم فيها؟ إن قواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية الموجودة في الميدان مدعومة بطيران التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي تولي أهمية كبرى في دعم القوات المسلحة اليمنية بالطيران التي تدق أوتار الميليشيات الانقلابية في كل المحافظات التي تتواجد فيها هذه الميليشيات. أولا. ثانيا، المعنويات العالية وعدالة القضية التي يتمتع بها جيشنا اليمني. ايضا ان ما حدثته الميليشيات من تدمير في الاقتصاد والمؤسسات الامنيه والعسكريه والبنيه التحتيه وما الحقته من اضرار على كل مواطن يمني، وتعدى ضررها ليشمل ايضا الجيران وفي مقدمتها المملكه العربيه السعوديه، وما تمارسه هذه الميليشيات الانقلابيه في كل المحافظات التي تسيطر عليها من انتهاكات جسيمه بحق المدنيين والناشطين والسياسيين وتسميم الافواه ومصادرة الحريات، هذا يعطي دلالة وضوء قوي جدا أن سكان الأمانة في العاصمة وكل المحافظات التي يسيطر عليها الميليشيات لن يستقبلوا القوات المسلحة إلا بالورود والرياحين، وأنت أدرى بذلك بما يجوز في الساحة. طيب، أستأذنك بأن نشرك معنا اللواء الركن طيار محمد القبيبان من المملكة العربية السعودية. أهلا بك سيادة اللواء.
اهلا وسهلا اخ سامي، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين، واحييك واحيي ضيوفك الكرام. شكرا لك سيادة اللواء. إذن تطور لافت الآن في جبهة نهم، التحالف العربي يدعم ويساند وفق تصريحات الناطق باسم القوات المسلحة هذه العمليات من خلال ضربات مختلفة لطيران التحالف العربي. أهمية هذه الجبهة اليوم في المعركة الدائرة؟ هي ما في شك أنه أي تقدم زي ما ذكرت لك سابقا أو ذكرت على قناتكم المكرمة، أي تقدم يحصل لقوات الجيش أو قوات المقاومة على أرض الميدان هذا يسهل بشكل عام العمليات العسكرية ويصعبها على الانقلابيين. فما حدث أخيرا في الأيام الأخيرة الثلاثة في فرضة نهم، كان هنالك صراع خلال الثلاثة أيام الأخيرة، وكانت هنالك محاولة من المقاومة والجيش الوطني لطرد الانقلابيين من عدد من التباب الرئيسية، وكان الحصول على تبة من التباب الرئيسية التي تؤدي بسهولة إلى نجيل بن غيلان، هذا إنجاز عسكري بحد ذاته. نحن يعني يجب أن نتذكر بأن العمليات العسكرية تقوم بشكل يعني غير مباشر على المشاة، وهذا بحد ذاته تحدي، لأنه أنت لما تتكلم على المشاة من غير ما يكون معهم غطاء جوي متكامل، بمعنى أن يكون لديهم مدفعية تعمل لحمايتهم على مدى عملياتي يؤهل المنطقة للأمام، فلم تكن هنالك بصورة موجودة. صحيح أن قوات التحالف قامت بعمليات عسكرية أدت إلى هذا التقدم الكبير، ولكن في الصورة الأخيرة وفي آخر الموضوع نرجع ونشيد بالمقاومة والجيش الوطني، وأخص هنا بالذكر الأخوان الذين يعملون على الميدان. هنالك صعوبة شديدة، هنالك تضاريس صعبة، هنالك أجواء ليست بسيطة، هنالك عدو متخفي في رؤوس الجبال ويقتنص، زي ما ذكرت لك أنه تكتيك الإنقلابيين هو عملية الضرب والهروب أو استخدام اللي هو أسلوب القنص، وتواجه يعني جيش متخفي لا تعلم أين هو، هذا بحد ذاته تحدي. ولكن الإنجاز الأخير يجب ألا نعزوه فقط على أن القوات العسكرية بالرغم من أنها لها دور كبير، لا، إحنا يجب أن نذكر أيضا القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس وممثلة في فخامة نائب الرئيس. بعد العودة إلى عدن وبعد خلط الأوراق من قبل الرئيس على القيادات العسكرية الميدانية، ورأينا هنالك تغير عدد كبير من القيادات العسكرية، فخامة الرئيس يعمل جاهدا على أن تكون يد أو كلمة اليمنيين كلمة واحدة، بغض النظر على أن هناك في اختلاف، ولكن هذه الفئة الضالة لا نحسبها على اليمن. طيب بالنسبة إذا ما ركزنا على موقف التحالف العربي سيادة اللواء، الآن هناك قراءة ربما الموقف التحالف في التصريحات الظاهرة هو يدعم الجهود السياسية الساعية لإيجاد حل سياسي، لكن فيما يخص ربما العمليات العسكرية هناك لدى البعض بعض من حالة الغموض والضبابية، والكثير من التساؤلات تثار حول دعم التحالف لما يحدث على الميدان. شوف، التحالف أنا لا أعتقد أنه راح يتأخر في أي لحظة من لحظات الدعم، يعني ناهيك عن الكلام اللي يقول لك والله ما وصل للمقاومة دعم كافي في سعد. لو نتكلم على جبهة تعز، جبهة تعز هنالك صعوبة في إيصال الإمدادات، هنالك صعوبة في الدعم اللوجستي والدعم الذخيرة والسلاح، لأن زي ما حضرتك عارف لأنه تعز يعني الانقلابي يدافع بشراسة عن تعز، لأنه هو عارف في الأخير لو حررت تعز سوف تحرر باقي الأراضي اليمنية. ولكن أنا أعود بنقطة مرة أخرى، الدعم الذي تستطيع أن تقدمه قوات التحالف، لا ننسى الأهداف الرئيسية منذ بداية عاصفة الحزم، الأهداف الرئيسية الثلاثة ألا وهي إعادة الشرعية وتدمير المواقع الاستراتيجية للانقلابيين مع الصواريخ البالستية. هذه الأهداف أنا قد وافقت في الرأي أنه يجب على قادة التحالف مع القيادة السياسية في اليمن لإعادة النظر على هذه الأهداف. أنا لا أطلب بالزج بقوات ميدانية عسكرية سعودية بقدر ما أنه نقول لا،
القوات اليمنية قادرة، الجيش الوطني قادر، المقاومة قادرة، إنما لا بد من دعمهم. الدعم لا يجب أن نتحدث عليه. ليش؟ لأني أنا أجزم لك من هنا من موقعي إنه الدعم مستمر من قوات التحالف، سواء دعم بالعمليات الجوية أو سواء دعم بالعمليات الإنسانية أو حتى سواء دعم بالذخيرة والأسلحة. هو ربما يمكن حالة الضبابية الموجودة لدى بعض المحللين هي لأنه يرى هناك تصريحات تدعم المسار السياسي وأيضا المسار العسكري، فبالتالي هناك ربما حالة توهن لدى البعض في أي من المسارات التحالف العربي يراهن عليها لإنهاء الأزمة. هو لا تستطيع أنك يعني أنا من رأيي الشخصي أن الدعم السياسي يكون أفضل، ولكن لا نستطيع أن نأتي إلى عمان أو نذهب إلى أي مكان في العالم بإجراء المفاوضات والمناقشات وليس هناك تقدم عسكري. عفوا، لماذا قوات التحالف تدعم التوجه السياسي؟ أنت عارف إنه العمليات العسكرية محدودة نظرا لوجود عدد كبير من السكان، نظرا لوجود عدد كبير من المدنيين. هنالك كثير من الانتقاد لقوات التحالف، خاصة أخيرا سمعنا وأنه صرح أنه تم استخدام بعض القنابل المحرمة دوليا، وأنا إلى الآن أشك وأنفي الشيء هذا. تم استخدام هذه القنابل فقط على المعدات ولم يتم قصف المدنيين. ولكن أرجع وأقول لك أنه المسار السياسي هو أفضل لإنهاء الأزمة. نحن لا نريد أن يصبح في عدن أو في عفوا في صنعاء أو في تعز أو في مأرب أو في أي محافظة من محافظات اليمن أو مديريات اليمن كما هو حاصل في سوريا، لأن يتم تهجير السكان وأن يتم العمل بسياسة الأرض المحروقة، لأن هذا يعني يسبب كثير من المشاكل. نحن أنا لا أقول ليست لدينا القدرة بإخلاء السكان وعمل مخيمات، طب هذا واضح سيدة اللواء. سأعود لك فقط، أشرك معنا للمرة الأخيرة في هذه الحلقة الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبدو مجلي. سيادة العميد، الآن في هذه الجبهة في جبهة النهم هناك استماتة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع، هناك أيضا لهم وسيلة في التعامل مع هجومكم من خلال إطلاق الصواريخ ربما متطورة هي وصواريخ بعيدة المدى. بالنسبة لقوات الجيش الوطني كيف تتعامل مع هذه الصواريخ؟ هل تملكون منظومة دفاع صاروخية؟ وماذا عن مستوى التنسيق مع التحالف العربي وأيضا عن باقي الجبهات الأخرى؟ بالنسبة للصواريخ الباليستية وسائل الدفاع الجوي الموجودة في مأرب فهي تتعامل مع هذه الصواريخ وتقوم بتسييرها على الجو وللمدنيين وللمعسكرين. بالنسبة في جبهة الصواريخ التقليدية فهي تصل إلى بعض المواقع لكنها لا تستطيع معركة، فالمقاتلين في الميدان يعرفون كيف يتعاملون مع لغة الصواريخ ومع لغة المدافع. شكرا جزيلا لك إذن سيادة العميد الركن عبدو مجلي الناطق باسم القوات المسلحة. أعود للواء الركن محمد القبيبان. سيادة اللواء، معركة صنعاء ما بين رؤيتين ربما فيما يخص أنها قد تكون توجه فعلي لحسم حقيقي، أم فيما يراه البعض أنها ليست إلا مناورات من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي للتخفيف من الضغوط ربما ولاستدعاء حل سياسي عاجل، ما رأيك؟ لا، أنا ما يمكن أنا ما أؤيد الرأي الآخر، أنا يمكنني أؤيد الرأي الأول الذي يتحدث عن أي فرصة هنالك لإعادة تحرير المناطق المحتلة من قبل الانقلابيين. القادة الميدانيين والقادة العسكريين المتواجدين في الميدان سوف يتجهون إلى هذا المجال، ولكن إذا أن هنالك خطورة، أرجع وأكرر، على المدنيين وعلى السكان وعلى المنظومة المدنية، خلينا نقول الاستراتيجية بأكملها في التوجه العسكري، لا بد أن نأخذ الحيطة والحذر في هذا الموضوع. لا نود أن نزج بمقاتلينا، لأن هنالك خصم لا يحترم المفاهيم والمواثيق العسكرية، هنالك خصم يرى في قتل الأفراد انتصار، لا يرى في أنه هنالك التفاهم أو هنالك يعني عند إيقاف القوات العسكرية بمعنى الإيقاف لا يعتقد أن هذا انتصار، وإنما عندما يرى الدماء تسيل، عندما يرى أن هنالك تشريد للسكان
عفوا عندما يرى ان هنالك يعني حظر لوصول المساعدات يرى في هذا انتصار، فلا بد التعامل معه بحكمه ولا بد العمل بكافه الاساليب التي تنجز العمليه العسكريه حتى تدعم العمليه السياسيه. ما يتم الان في صنعاء لا يجب ان ننسى ان هنالك صعوبات، يعني انت لو شفت حضرتك للتبه الاخيره التي تم تحريرها اخيرا كانت يعني حوالينا عدد كبير من الشباب الموجودين عليها الانقلابيين، وبعد ان تم طردهم من هذه الشباب اتجهوا الى جهات اخرى الى جهه الغرب والهروب بعيدا. هذا واضح العسكري اخذ وقت طويل. طيب اخذ وقت طويل لذلك ساعود لك فقط نشرك يعني هذا واضح، واعود لك بعد ان نشرك معنا المحلل السياسي اليمني الدكتور الاستاذ نجيب غلاب ينضم الينا من الرياض. استاذ نجيب، مع تطورات نهم الاخيره هل صنعاء قريبه؟ يعني هي فقط بحاجه الى اعاده فقط قراءه للواقع اليوم بحيث نتمكن من إعادة ترتيب الجبهات العسكرية بمختلف، يعني ليس فقط باتجاه صنعاء، يعني هناك جبهات كثيرة اليوم حيوية في ميدي وباتجاه صعدة، وأيضا جبهة نهم هي مهمة وفي غاية الأهمية، لكن يبدو لي أن يعني الانتصارات العسكرية في الفترة القادمة يعني تحتاج إلى صبر وأيضا إعادة ترتيب كامل لهذه الجبهات. ومسألة دخول صنعاء عسكريا أنا أعتقد ليست موضوعة ضمن الأجندة أو الأولويات الأساسية اليوم، هو فقط نريد أن نسحب هذا يعني أطراف الانقلاب حتى تقبل عملية السلام، لكن يبدو لي أن لديهم إصرار. هذه نقطة مهمة أستاذ نجيب، أن صنعاء دخولها عسكريا حرب الدمار. نقطة مهمة أشرت إليها في موضوع دخول صنعاء أنه ليس ضمن أجندة التحالف والحكومة الشرعية. أنا لا أقول ضمن الأجندة ولكن ليس من أولوية اليوم في حالة تمكننا. لماذا؟ إذا في حالة تمكننا من تحقيق الأهداف و يعني وتطبيق المرجعيات وإجبار الانقلاب على عملية السلام وفق الأهداف المحددة لمعركتنا، أنا يعني لن تكون أولوية، لكن في حالة إصرار أطراف الانقلاب على يعني الدمار وتحويل صنعاء إلى رهينة وورقة يتم التفاوض، يعني يتم إجبارنا يعني من خلالها على أن نقبل بانقلابهم، أنا أعتقد أن المعركة ستأخذ مجراها حتى تأخذ معالها النهائي. طيب ما علاقة تفعيل جبهة نهم بالحديث عن أي تسوية سياسية، عن أي مفاوضات مرتقبة؟ كيف يمكن الربط بين الطرفي هذه المعادلة جبهة نهم والعمل السياسي؟ يعني فستلاحظ أنه منذ صدور قرار مجلس الأمن 2216 والشرعية والتحالف العربي يدفعون باتجاه تنفيذ مقررات مجلس الأمن عبر عملية تفاوضية بين الأطراف اليمنية الشرعية وإنقلابيين، لكن الذي يعيد تطبيق هذه المقررات ويمكننا من تنفيذ يعني من إنهاء إجراءات الانقلاب باعتباره هو الباطل والشرعية هي تمثل الحق والمشروعية التي يعترف بها العالم كله بلا استثناء، وبالتالي مسألة الضغط العسكري من بداية المعركة ليس الهدف منه هو الإيذاء وإنما هو تحقيق السلام، فإذا تحقق السلام بدون العمل العسكري فهذا أفضل وهو الخيار يعني الخيار الأول بالنسبة للشرعية والتحالف، لكن ماذا نعمل؟ لدينا أطراف مغامرة تريد أن تنجز انقلابها وتريد للحرب أن تطول لأنها شكلت مصالح لأمراء حروب على حساب الشعب، وبالتالي ما فيش امامنا خيار اذا لم يرضخوا للسلام الا ان نستمر في العمليات العسكريه من اجل ان نسحبهم الى طاوله المفاوضات من اجل تطبيق المرجعيات ليس الا. طيب اعود لاختم مع ضيفنا من الرياض اللواء الطيار محمد الكبيبان، موقف التحالف العربي واضح بالنسبه لك اكيد ذلك،
في موضوع المراهنة على الخيار العسكري بالنسبة للتحالف العربي، هل ما زال هو الخيار الأبرز الذي يراهن عليه أم تقلصت لديه الآمال وبات ربما الرهان أكثر على الحل السياسي؟ هو في الحقيقة أنه اللي يتحكم في هذه الورقة أكثر شيء الانقلابيين. الانقلابيين زي ما ذكر الأخ نجيب بأنهم لم يعني يراعوا كافة المواثيق الدولية، لم يراعوا القرارات، لم يراعوا مخرجات الحوار الوطني، لم يراعوا الورقة الخليجية، لذلك هم يجبرون على حرب استنزاف. فإذا أنه هذا الوضع السائد الآن، أنا أعتقد أنه القوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة يعني يستطيعون أن يستمرون في العمل العسكري حتى يعني يدعم الخصم إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وإلا لو تسألني على رأيي الشخصي، أنا أقول لك أنه لم يكن يوما من الأيام الحل العسكري هو الحل الحاسم لأي أزمة، حتى لو انتهى وتم طرد الانقلابيين، فما بعد طرد الانقلابيين لا زال هنالك سيكون مشاكل عديدة. فإذا لم تتم يعني التسوية كعملية سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية سوف تستمر المشكلة. ولكن إذا أنه خصمك حدك على هذه الأمور أو أجبرك بالأصح اللغة العربية أنه أجبرك على العمل العسكري، سوف تستمر العمليات العسكرية ويراهنون عليها قوات التحالف. ولكن دعني بس أذكر حضرتك والسادة المشاهدين والضيف الكريم بأن العمليات العسكرية أنا من رؤيتي الشخصية تراها كثير على منطق صحيح ضد جماعة انقلابية، وأنا قلت هذا الكلام وأكرره، نحن لا نجازف ولا نخطو خطوات نظرا أو محافظة على الأرواح من المقاومة والجيش. استغرقنا وقت طويل حتى نعيد تأهيل هذا الجيش، وإلا كان هنالك بالإمكان الزج بهم ويعني تحمل بعض الخسائر، وسوف يتم طردهم في النهاية. ولكن لا نرجع ونقول إذا لم تتم تسوية سياسية ما بين الانقلابيين وقوات التحالف مع القيادة اليمنية والجيش الوطني سوف تستمر الأزمة إلى ما بعد ذلك. أشكرك جزيلا لواء الركن طيار محمد القبيبان، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. نختم مع ضيفنا الأستاذ نجيب غلاب. أستاذ نجيب، فيما يتعلق بالخيار العسكري، هل تعتقد أنه ما زال خيار قائم بيد الحكومة الشرعية؟ وإن كان كذلك، هل يحظى هذا الخيار بالدعم من حلفائها وداعميها الإقليميين؟ الخيار العسكري سيظل مستمر وقائم، يعني لا ولن يتوقف. يعني العملية، يعني هناك حرب مصيرية بالنسبة لليمنيين فيما يخص استعادة دولتهم، وفيما يخص يعني إسقاط هذه الحركة الكهنوتية بميليشياتها ومشروعها الكهنوتي، هي حرب تحرير وطني. بالنسبة للتحالف، أنا أعتقد هو يعني سيدعم الشرعية وسيستمر في دعمها، ووجود إيران في اليمن يمثل بالنسبة لهم تهديد مباشر لأمنهم الجو. وبالتالي هناك مسارين يعني في إدارة الحرب، هي العملية العسكرية والعمل السياسي. لكن العملية العسكرية وظيفتها أساسا تحقيق إنجازات وأهداف سياسية، إذا لم نصل إلى الأهداف السياسية عبر طاولة المفاوضات فالعملية العسكرية تستمر. لكن ربما العملية العسكرية تعمل على إحداث بعض الاختلال في ميزان القوى على الأرض، وبالتالي فرض الشروط بحسب قوة الطرف والمساحة التي يسيطر عليها. في نص دقيقة، والسؤال الأخير في هذه الحلقة، موضوع المعركة نهم وتطورات الحاصلة، هل تعتقد أنها توجه حقيقي للحسم أم ربما وسيلة للضغط والمناورة؟ يعني هو في الجانبين، يعني سيكون هناك ضغط والاقتراب من صنعاء، هذا في غاية الأهمية. الإنجاز العسكري في جبهة نهم مهم جدا، ليس في جبهة نهم بل لابد من الاتجاه باتجاه عمران عبر الجو باتجاه صاعدة، وأيضا في الساحل الغربي بشكل عام، وأيضا تفعيل جبهة تعز، لابد من تحريك كل الجبهات. ربما لن تتحرك خلال الأيام القادمة، يعني محاولة بشكل أو بآخر يعني لفتح مجال أساسي كما هي في المرات السابقة على الانقلاب يعقل، لكن إذا لم يعقل كونوا على يقين كامل. أنا أحدث بشكل كامل، معركة مصيرية ووجودية، وبالتالي العمل العسكري سيظل دائما ومستمر حتى ننجز كامل أهدافنا. شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب غلاب الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من الرياض، والشكر موصول لضيوف هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد القاسم، كونوا بخير.